يا جماعة، بما أنه اليوم عندي عفوا بكرة عندي اختبار، فخلونا نبدأ في أول سلايدات ندرس مع بعض أو نراجعهم مع بعض، نعمل حالنا درسنا وعم نراجع. Defining security، فهون بيقولنا إنه security هو a set of desired properties and we define an adversary with specific capabilities. هذا يعني الاتاكر، وهاي البروبرتيز اللي احنا بدنا نحميها، يعني مثلا integrity, confidentiality, assurance. For example, a standard file access permissions in Linux and Windows are not effective against an adversary who can boot from a CD. Alright، يعني احنا عندنا مثلا البروبرتي بدنا انه Standard File Access Permissions، وعشان نطبق هاي البروبرتي، هاي السكيورتي بروبرتي، لازم ناخد بالاعتبار الاتاكر، يعني إذا هو من السي دي مثلا مش حينفع نستخدم هاي الطريقة. أوكي، خلنا نشوف إشي تاني. السكيورتي جولز، بالعادة بيكون عندنا سكيورتي جولز هم عبارة عن integrity, confidentiality و availability. طبعا هدول واضحين بس هلا ندرسهم اكتر. confidentiality معناها انه we don't want any information to leak، يعني اذا في حدا بتنصت على المسج اللي بيني انا وبين مثلا اي حدا تاني، لازم يشوف اشي ما يقدر يقرأه، يعني cipher text، بنسميه cipher text. Confidentiality is the avoidance of unauthorized disclosure of information. يعني هي keeping information secret. يعني أنا أبعت information لحدا بس ما حدا يقدر يقرأه غير اللي بنبعت له. It involves protection of data, providing access for those who are entitled to them while disallowing others learning about it. التولز انكريبشن، طبعا يعني انا هلا بدي ابعت، انا السندر بدي ابعت مسج للريسيبينت، بس في اتاكر بيجي بيشوف المسج، فاحنا ايش بنسوي؟ بنعمل انكريبشن عشان ما يقدر يقراه عبر الكوميونيكيشن شانل. طيب، ودائما بيكون عندنا السيكريت انفورميشن اللي هو السيكريت كي، بنستخدم كي عشان نخلي الانفورميشن سيكريت، يعني زي المفتاح بنسكر، ما بنقدر نقرأ الانفورميشن إلا إذا فتحنا بالمفتاح، وهذا بنسميه decryption key. tools كمان عنا access control، يعني بنخلي الكنترول access يعني حسب الرول، يعني مثلا إذا حدا سكرتيري بيقدر يسوي access لانفورميشن، بس المانجر بيقدر يسوي access لانفورميشن أحسن يعني أكتر. Rules هم عبارة عن rules and policies that limit access to confidential information to those people and or systems with a need to know. Need to know may be determined by identity. Okay. Or a role that a person has. يعني مثلا إذا أنا مانجر حيعرفوا إنه الأكسس كنترول تبعي رح يكون غير عن السكرتيري والعكس، يعني ومثلا إذا أنا مثلا بعتت مسج لتسنيم، فالايدنتيتي نستخدم الايدنتيتي تبع تسنيم عشان نسوي لها أكسس. بعدين عندنا الاوثنتيكيشن، هاي كمان one of the tools، لأنه الاوثنتيكيشن معناها إن نشوف مين هذا الشخص. يعني مثلا أنا مثلا خلينا نقول أنا السكرتيري وبدي أدخل على الانفورميشن اللي بقدر أدخلها في الشركة. طيب كيف بقدر أدخل على الانفورميشن؟ حيقول لي الكمبيوتر طيب مين أنتي؟ فأنا هحكي له أنا تسنيم، حيقول لي طب حطي الباسورد، أو مثلا حطي الفينجر برينت تبعتك. هاي كلها authentication عفوا، والauthentication بتكون determination of the identity. كيف؟ something a person has like a key، ممكن استخدم مفتاح عشان ادخل جوه الاوفيس،
أو ممكن مثلا أستخدم إشي بعرفه زي الباسورد، ممكن نسكر الأوفيس بباسورد، وممكن بالبايومتريكس زي الفينجر برينت. تاني بروبرتي أو تاني جول، سيكوريتي جول، هي الانتجريتي، والانتجريتي معناها إنه أي إشي بنبعت ما بدنا إياه يتغير. يعني مثلا أنا مثلا يمكن ببعت مثلا 10 ريال لصاحبتي، وعادي ما بهمني إذا الأتاكر قدر يقرأ هاي الانفورميشن. يعني أنا ما بهمني إنه حدا يعرف إني أنا بعت لها 10 ريال، بس بهمني إنه 10 ريال ما تتغير ل100 ريال، لأنه أنا بس عندي 10 ريال وبس بدي أعطيها 10 ريال. فالأتاكر لا، ما بقدر يجي ويغير 10 ريال، يحط إنه لا ابعتي لها 100 ريال، إنه ما بقدر يغير المسج. هذه الانتجريتي معناها إنه الانفورميشن has not be altered in an authorized way، يعني ما حدا بقدر يغير المسج. أوكي، هاي يعني انتجريتي، إنه أي إشي ببعته بوصل زي ما هو. فكيف بنقدر مثلا، أنا ممكن أبعت مسج بس يكون مثلا الشانل كتير نويزي، والمسج يعني يتغير، يعني ما يكون نفسه بالضبط. فإحنا إيش بنعمل؟ بنعمل backups، وهي هاي the periodic archiving of data، يعني زي بنسيف data على أساس إنه مثلا لو كانت الداتا غلط بنرجع نبعت الباكاب. الchecksum هاي طريقة يعني بيستعملوها إنه بيشيكوا إذا الchecksum number صحيح، يعني بنشيك الchecksum، بنعمل sum، لو كان نفس الchecksum معناها إنه الداتا ما تغيرت. وإذا تغير أي بت في الداتا، يعني مثلا كان عندنا 100 تغيرت ل101، الchecksum رح يكون غير السميشن يعني تبع الparts of the message. ف I don't want to go into details، بس إنه الchecksum هاي it makes sure إنه nothing in the message changed. If something in the message has changed, simply we will resend the information. وهذه data correcting codes، هي عبارة عن methods for storing data in such a way that small changes can be easily detected and automatically corrected. Okay. هلأ تالت security goal availability. يعني أنا مثلا ممكن لو أرسلت المسج تبعي عبر channel واحد، رح يكون صعب على الأتاكر يمسكه، لكن في نفس الوقت أنا بدي availability، يعني بدي مثلاً لو هذا الشانل كان occupied مشغول، يعني أنا برضو بدي أبعت، يعني هذا الإشي رح يعيق إني أنا أبعت المسج، فهون رح يكون عندنا availability واطية. ف using two channels can be better، لأنه يعني أنا عندي مثلاً if one is occupied I can send through the other. فهاي availability، إنه يكون عند إنه المسج إنه دائماً يكون متاح إنه أبعته. ف the property that information is accessible and modifiable in a timely fashion، يعني ما يتأخر كتير المسج. يعني إذا أنا بدي أبعت مسج إنه ينبعت بسرعة يكون availability. فالتولز هي physical protection، هاي يقصد فيها إنه بيعملوا infrastructure، إنه مثلاً بدل ما يبنوا channel واحد بيبنوا 2 channel. يعني إحنا هلأ عايشين بزمن في مثلاً المسج ممكن ينبعت عن كتير طرق، كتير channels، و computational redundancy، computers and storage devices that serve as fallbacks in case of failures. Alright، يعني إذا مثلا جهاز فشل عادي بنستخدم جهاز تاني عشان نبعت الانفورميشن، because information jumps from device to other device. يا رب أكون فاهمة هذه الفقرة صح. يعني الاتاك هو denial of service، إنه هذه إنه لما حدا مثلاً لما أنا أعمل إنه availability كتير عالي،
فممكن حدا يجي يضله يعمل بينج 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 لحد ما الويب سايت يصير كراش. اوكي، وفي هاردوير اتاكس اللي هي فيزيكال وباور ولينك كات. يا رب اكون فاهمة. تمام، other security concepts عنا ال authenticity, assurance, anonymity. assurance هو انه انا I trust الكمبيوتر يشتغل زي ما انا بدي. يعني مثلا اذا انا عندي كمبيوتر وانا يعني انا مثلا بدي هذا الكمبيوتر يشتغل يسوي كذا 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 بساعة واحدة، وأنا محددة بساعة واحدة، الأشورنس إنه أنا أكون شور إنه it's gonna do its job بساعة واحدة. أوكي، مثلا I could this is this يعني مثلا أنا مثلا بحكي إنه لو أنا عبيت بطارية لابتوب بكذا رح يشتغل كذا، بس لو أنا ما عبيت بطارية لابتوبي بهذا يعني بالكمية المطلوبة من الشاحن، يمكن اللابتوب doesn't behave in the way I expected to. بهاي الكيس there is no assurance. بس if I fill the battery in the way it should be, then the laptop is assured to work in the way it should be. يعني هيك هاي معناها assurance، إنه أنا متأكدة إنه كمبيوتر حيشتغل. فإذا الاتاك اللي بتكون على الاشورنس، الاتاك بتكون if I want to ruin this, it depends on the case. يعني مثلا اذا الاشورنس is established by synchronizing a clock, desynchronization of the clock is the attack that can break the assurance. يعني الاتاكر if he wants to break the assurance، يعني فوق مثلا if we want to break the confident integrity مثلا there's a man in the middle attack، و if we want to break confidentiality we either مثلا bypass the access control or steal some key or we can try to decipher the ciphertext أو decrypt the ciphertext. شو هاي decipher؟ اخترعت كلمة جديدة. alright، بعدين عنا authenticity. authenticity is the ability to determine that the statements, policies and permissions issued by persons or systems are genuine. a primary tool is digital signatures. These are cryptographic computations that allow a person or system to commit to the authenticity of their documents in a unique way that achieves non-repudiation, which is the property that authentic statements issued by some person or system cannot be denied. Okay, هذه it's a little advanced in هلأ إذا بدون digital signature I can't authenticate إنه the person I'm sending the information to is really the person I want this information to be sent to them. So in this case, we use digital signatures to authenticate that the person who got the message, who received it and decrypted it, is the person that I want to send. لأنه there يعني برضو في man in the middle attack that can use the information. يعني he can يعني act as if he is the person I want to send him the message. يعني he can just يعني take his place. But if we have digital signatures, he can't do that. And in this case, we say it's non-repudiation. إنه non-repudiation is that the fact that we stop this person from impersonating the real person. Anonymity هاي إنه كل شيء أنا ببعته يضله secret.
يعني مثلا انا الناس عم اللي بتتبصبص على الترافيك، الانترنت ترافيك، حتشوف ايش الانفورميشن اللي عم تطلع من عندي، وممكن بهاي الطريقة they invade my privacy. اوكي، ف how do we stop this؟ ممكن انه aggregation. This means انه ناخد الترافيك من ملايين الاشخاص وناخد، وبعدين في هاي الطريقة رح تضيع الانفورميشن، رح تضيع. يعني الانفورميشن cannot be tied to any individual. أو ممكن نعمل mixing، إنه intertwining of transaction and information and communication in this way it cannot be traced back to any individual. أوكي، هاي it makes sense، لأنه يعني ممكن مثلا تعملي mixing between my transaction and someone else's transactions، وهي بالطريقة هاي لما نعمل mix مع بعض ما حدا حيعرف انه هاي لإلي. اوكي، و proxies هي agents that are willing to engage in actions for individuals in a way that cannot be traced back to that person. اظن هاي زي بعض الناس بيعملوا actions عشان يضللوا، يعني يضللوا بهاي، يعني مثلا ممكن أنا أعمل فولو لحدا، بس ممكن مليون حدا يعمل فولو لنفس الحدا بهاي الطريقة، يعني it cannot be traced back to me، يعني ما حدا حيعرف، حيقدر يشوفني، حيقدر يلاقيني. أوكي، هذا مثال غبي. المهم pseudonyms هي fictional identities that can fill in for real identities in communications and transactions but otherwise known only to a trusted entity. اوكي، هاي ممكن مثلا انا اضلل الناس باني انا اعمل fictional identity، يعني ما احط اسمي، بدل ما احط real my real name بحط fictional name. اوكي، threats and attack، في عنا eavesdropping، هذا اللي بتبصبص على المسج، interception of information intended for someone else، هذا بيكون اظن passive، يعني ما بيسوي، ما بيغير المسج، يعني if integrity is not needed in this case، يعني in this case يعني we don't need to sustain integrity لانه eve doesn't alter the message. It's always the message will not be changed. بعدين عنا threats and attack alteration. It's about unauthorized modification of information. هاي لما يكون عنا attacker مش eavesdrop. بيكون عنا مش passive attacker. بيكون عنا بيسموه مش passive. بيسموه non-passive، يعني مش ناسي أنا شو الكلمة، بس إنه مش passive. أوكي، فهذا الالتريشن بتصير بالman in the middle attack. فهنا ال network stream is not only intercepted, just intercepted, it's also modified and retransmitted. أوكي، بعدين عندنا DOS، هذه interruption or degradation of data service or information access. يعني زي لما تبعت مليون ألف سبام لحد ما يصير كراش. يعني you keep sending مثلا ping 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 which fills up the memory of the server. And then the server just crashes and he needs to reset. Okay. Threats and attacks. في عنا masquerading. هاي جديدة علي، ايش هادي؟ هي fabrication of information that is purported to be from someone who is not actually the author. Impersonation. Okay. هادي هذه اللي حكينا عنها من قبل، لما يكون عندنا
ديجيتال سيجنتشر، ديجيتال سيجنتشر بتمنع هذا الإشي، تمنع الامبرسونيشن اللي هي ماسكريدنج. يعني ممكن أنا مثلا أضحك على الجهاز، أقول له أنا مثلا أعمل حالي إنه أنا الجهاز هداك، في طرق يعني. بس it can be solved with the digital signature. Okay, repudiation, the denial of a commitment or data receipt, involves an attempt to back out a contract or a protocol that requires the different parties to provide receipts acknowledging the data has been received. هذه لما يكون عندنا three-way handshake، مش صح بنعمل سين بعدين سين اك بعدين اك، بعدين لما اجي انا ابعت اي مسج من السيرفر للكلاينت او من الكلاينت للسيرفر، دائما there's an اك acknowledgement. So هذه involves an attempt to back out that requires the different parties to provide receipts acknowledging that data has been received. بهاي الطريقة بتصير مشاكل. لما أنا مثلا أضلني أبعت، أضلني أمنع الأك، حيضطر السيرفر إنه يضله يعمل ريترانزميت ريترانزميت ريترانزميت، فهنا حيصير مشكلة. يا رب أكون فهمت صح برضو. أوكي، في عنا كمان correlation and trace back. هاي مش صح، إحنا قلنا بالأول في الانونيميتي بنحاول انه نعمل ميكسينج وبروكسيتي بروكسيتي و اجريجيشن عشان يعني نمنع حدا يعمل تريس باك للانفورميشن. هذه ممكن حدا يحاول انه يعمل تريس باك بانه يعمل انتجريشن اوف داتا سورسز اند انفورميشن فلوز to determine the source of a particular data stream or piece of information. Okay. هذه اللي هي الانونيميتي، يعني عكس هاي. وهاي اللي عكس الانتجريتي، مقابليتها يعني. وهذه مقابلة للconfidentiality. أوكي ممتاز. هلأ الأكسس كنترول، هلأ أوكي بسوي فيديو تاني للأكسس كنترول.